كتهني في لوبجي اللي احتاجت ليها واحد من الكرام اش ولدي فهي تدخل في اطار تنظيم ترتيب التعليمات متعلقه بالتطبيق الحرفي للقانون الحفظ الصحي الذي قررته السلطات العموميه مؤخرا وذلك ابتداء من يومه. هذه الترتيبات الامنيه قد شارك فيها مجموعه من الوحدات الامنيه سواء منها الوحدات التابعه للمديريه العامه للامن الوطني او كذلك الوحدات المساعده واللي الان غادرات المقر ديال ولايه الامن اتجاه النقاط المعينه. اعطتها تعليمات على اساس انه التطبيق الحرفي لهذا القانون الحجر الصحي وكذلك حظر التجوال الليلي ابتداء من الساعه 9 ليلا عوض 10 ليلا كما كان في السابق. اذا اعطت تعليمات صارمه لجميع الفعاليات باش يطبقوا هذا القانون على ارض الواقع ويتجلى في مراقبة السيارات والمركبات اللي كتدخل لمدينة الدار البيضاء عبر طريق السيارة الخارجي واللي تضعت لها آليات كذلك سدود جميع النقاط ديال الولوج سدود كتقوم بمراقبة التراخيص الاستثنائية الممنوحة للأشخاص اللي يمكنهم أنهم يدخلوا لمدينة الدار البيضاء. ما تبقى من المركبات والسيارات وكذلك الشاحنات فتعطات تعليمات وكانت بلاغات كذلك في الشأن على أساس أنه اللي ما عندوش ترخيص باش يدخل لمدينة الدار البيضاء خصو يمشي عبر المدار أو المحور الخارجي عوض الدخول لمدينة الدار البيضاء وذلك يدخل هذا الشيء كله في إطار الحد من انتشار وباء كوفيد 19 اللي عرفات مدينة الدار البيضاء كغيرها من المدن واللي كتعتبر هي الأولى نظرا للأرقام المهولة اللي سجلات مؤخرا كذلك عدد ديال الوفيات. فهذا الشيء كله تفاعلت معه المديرية العامة للأمن الوطني وكذلك ولاية أمن الدار البيضاء بوضع لبنات ووضع كذلك ترتيبات محكمة باش توضع هذا القانون على ارض الواقع. اذا ابتداء من الساعه 8 ليلا فالمراقبه ستشدد على المقاهي وعلى المحلات التجاريه. 9 ليلا سيكون المنع ديال التجوال الليلي سواء بالنسبه للمركبات بالنسبه للدراجات الناريه بالنسبه كذلك للراجلين. لا يسمح لاي شخص من التجوال الا لكن تتوفر على ترخيص استثنائي لا صاحبي وراح القصوى. اذا هذه الترتيبات غادي تبدا كان سابقا الان كتبدا بشكل اللي هو محكم وشكل دقيق وكذلك كاين مراقبه كاين كذلك تتبع باش المواطنين شوي شوي يعرفوا بان راه هناك خطر محدق وحال اللي خصهم كلهم يتضامنوا باش يحبسوا هذا الوباء. الا ما تضامنوش المواطنين مع المصالح الامنيه راه ما عمرهم النتيجه غادي تكون. اذا حنا كنطلبوا دائما من المواطنين يكونوا كذلك في الموعد وكذلك يساهموا في الحد من انتشار الوباء. الوباء راه كينتشر من عده نقاط منها المقاهي منها التجمعات منها كذلك الاماكن ديال اللعب تجمعات بالليل كذلك في الشارع. فهذه كلها ظواهر اللي كتساهم بواحد الشكل كبير في انتشار الوباء. اذا اللي مطلوب هو تضامن الجميع المصالح الامنيه بكل مكوناتها راه كتجتهد كتبذل مجهودات كبيره من اجل الحد من الظاهره ومن اجل كذلك تطبيق القانون على المخالفين اللي اما انه يسجل لي مخالفة إذا كان عنده رغبة أنه يسجلها يخلصها مباشرة أو أنه يطبق عليه القانون المتعلق بهذا الحجر الصحي للسماع ولا المسطرة كذلك للنيابة العامة. إذا ما على الجميع إلا أنهم يتجندوا والكل يعني يجب أن يدلو بدلوه في هذا المجال باش نوقفوا هذا الوباء لأن الظاهرة مازال في ارتفاع
وحتى شي واحد ما عنده يعني رغبه انه يبقى هذا الوباء كينتشر بهذا الشكل. كل واحد من جهته خصو يحارب، خصو يجتهد، وخص كل شيء ضامن تكون روح المواطنه لف المصالح اللي كتنفذ القانون، ولا كذلك العموم المواطنين.